بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم طلبه وطلاب الصف الثالث الاعدادي. النهارده ان شاء الله درس جديد من دروس الجغرافيا بعنوان الراعي والثروه الحيوانيه والسمكيه في العالم. فبنقول اول حاجه بناخدها الهرع. ايه هرع؟ حيوانات زي ايه؟ بقول زي الابقار، زي الجاموس، زي الماعز، زي الاغنام، زي حيوان اسمه الرن، زي الجمال او الابل. بنقول راعي. الإنسان عرف الرعي وعرف استئناس الحيوان وتربيته بدل من صيده. الرعي من أهم الحرف اللي عرفها الإنسان على مر العصور. الرعي مهنة مهمة جدا، بتساعد على العمالة، على إدخال دخل للإنسان. الرعي، انت قلتيلي الحيوانات اللي هنرعاها وعرفتيني اهمية الرعي اللي هو بيزود الدخل بتاعي وعاوز عمالة كتير، ناس كتير تشتغل فيه. الرعي بيقام في المناطق الفقيرة الجافة وشبه الجافة، في الارض اللي غير صالحة لايه؟ للزراعة، او بتكون فقيرة من الناحية الزراعية. الحيوانات دي هتعيش فين اللي انت قلت عليها؟ قلت هتعيش في مراعي. مراعي طبيعية، مراعي طبيعية عرفناها قبل كده، تنمو دون تدخل الانسان. المراعي دي عبارة عن حشائش. حشائش نوعين، يا اما ستيبس عايز مناطق معتدلة هيزدهر وينمو في فصل الشتاء وهيختفي خالص في فصل الصيف، بنقول لانه عاوز مطر، عشان حشائش الستيبس تنمو وتزدهر عايزة مطر. طيب في حشائش تانية، حشائش في المناطق الحارة بنقول اسمها السافانا. اسمها ايه؟ السافانا. لو سمحتي واحدة واحدة وقوليلي واكتبيلي. فبقول لك اول حاجة انا قلتها رعي. يعني ايه كلمة رعي؟ بقول الرعي دي مهنة من المهن، نشاط من الأنشطة الاقتصادية اللي مارسها الإنسان. الرعي بنقول عرف الإنسان الرعي وعرف استئناس الحيوان. عرف استئناس إيه؟ الحيوان. عرف يربي الحيوان بدل من صيده، بدل من إيه؟ من صيده. بنقول الإنسان عرف الرعي. الرعي ده كان مهم جدا ليه، إن هو وسيلة عشان يزود دخله، عشان يزود دخله. ده كمان وسيلة بتحتاج لأيدي عاملة كتير، بيوفر عمالة، بيوفر إيه؟ عمالة. طيب الرعي ده هيقوم في المناطق الفقيرة، يقام الرعي في الأرض التي لا تجود بالزراعة أو التي لا تصلح للزراعة، يبقى عايزة منطقة فقيرة من الناحية الزراعية، فقيرة من ناحية إيه؟ الزراعة. قلتلي الحيوانات زي ايه؟ بقولك زي ابقار، زي جاموس، زي اغنام، زي ماعز، زي حيوان اسمه الرنة، زي الجمال والابل، وزي حيوانات تانية بنستخدمها في النقل زي الحمير وغيرها. فبنقول الحيوانات انت قلتيلي بتربى في انواع من المراعي. انواع مراعي، مراعي زي ايه؟ بقولك المراعي يا اما ستيبس يا اما سافانا. الحيوانات دي عشان تربى هتربى فين؟ هتعيش فين وتاكل ايه؟ بقولك ستيبس. يعني ايه كلمة ستيبس؟ حشائش بس معتدلة، حشائش بتنبت في المناطق المعتدلة، حشائش بتنمو في المناطق ايه؟ المعتدلة. الستيبس دي نوع حشائش تنمو في المناطق المعتدلة، قلتيلي كده. طب هتقوليلي ايه كمان؟ بقولك الستيبس ده هو بينمو ويزدهر في فصل الشتاء، بينمو ويزدهر في فصل ايه؟ الشتاء، لانه بيحتاج مطر، وبيختفي في فصل الصيف لانه ما بيتحملش الجفاف، ما بيتحملش ايه؟ الجفاف. الستيبس مكانه، يجي يقول لك هو مكانه فين؟ بقول لك هو المنطقه اللي بين الاقليم البحر المتوسط، البحر المتوسط، وبين الاقليم الصحراوي الحار، وبين الاقليم الصحراوي ايه؟ الحار. الستيبس في المنطقه دي. كده عرفت ستيبس؟ ماشي. أمال السافانا؟ نقول السافانا بنقول من الحشائش، الحشائش اللي بترعى وتربى عليها الحيوانات. السافانا موجودة فين؟ بقول في الإقليم المداري الحار، موجودة في الإقليم المداري إيه؟ الحار. بعد ما قلتلي يعني إيه راعي، ويعني إيه حيوانات ترعى، ويعني إيه الحشائش اللي هتتربى وترعى عليها هذه الحيوانات، بقولك لو سمحتي اشرحيلي أنواع الرعي. بقولك أنواع الرعي اتنين، رعي تقليدي ورعي تجاري. رعي تقليدي ورعي تجاري، تعالى شوف كده معايا. الرعي أنواع، الرعي إيه؟ أنواع. أنواع الرعي
اول حاجه الرعي البدائي. اول حاجه الرعي ايه؟ البدائي. من اسمه بدائي يبقى انا مش بعمل حاجه غير اللي انا بتنقل ورا الحيوانات دي. يبقى الرعي البدائي بيتقال بين قوسين التقليدي. بيتقال بين قوسين ايه؟ التقليدي. التقليدي او المتنقل. التقليدي او الايه؟ قالوا او المتنقل اللي انا بتنقل فيه ورا الحيوانات بحثا عن العشب والماء من مكان للتاني. الرعي البدائي هو الرعي المتنقل او التقليدي. بتنقل من مكان لمكان انا ومعايا الحيوانات بحثا عن العشب والماء. يا ترى انتي على مستوى العالم الرعي المتنقل ده موجود فين؟ بقول لك لو هرسم رسم كروكي لاهم قارتين فيهم رعي متنقل، بقول لك موجود في دول وسط اسيا، موجود في دول وسط اسيا، موجود في شمال افريقيا، موجود في شمال ايه؟ افريقيا. موجود في الصحاري البارده اللي موجوده في اوروبا وفي اسيا، اللي هي صحاري طندرة اللي موجوده في الشمال. خلاص في اسيا وفين؟ وفي اوروبا. يبقى اول حاجه نوع الرعي البدائي او التقليدي موجود فين اماكنه في العالم؟ بقول لك الاماكن بتاعته في شمال افريقيا، في دول وسط اسيا. ده انت عندك فيه هنا الجزيرة العربية، بنقول شبه الجزيرة العربية، وعندك بادية الشام، دول فيهم نوع الرعي المتنقل. فين كمان انت قلتيلي؟ في صحراء الطندرة اللي هي في الصحراء الباردة اللي موجودة في اسيا وفي اوروبا، او موجودة في اسيا وايه؟ واوروبا. بقول لك مع مرور الوقت حصل ايه؟ بنقول لك دول زي بادية الشام او بلاد الشام وزي شبه الجزيرة العربية قل فيها نسبة الرعي التقليدي. ليه؟ بقول لك عشان الدولة قالت احنا هنوطن البدو. يعني ايه كلمة توطين البدو؟ توطين يعني هنقعدهم نبني لهم بيوت ويقعدوا فيها. يبقى تثبيت جماعة بشرية في مكان، ده اسمه توطين. اسمه ايه؟ توطين. ممكن يكون برضاهم، برضا البدو دول او الرعاة دول، او بيبقى غصب عنهم، بيبقى قصري. يبقى يجي يقول لك بما تفسر قلة الرعي التقليدي في بلاد شبه الجزيرة العربية او الشام؟ هتقول بسبب ايه؟ توطين البدو. بسبب توطين ايه؟ البدو. لان انت عارف ان البلاد دي ظهر فيها البترول، ظهر فيها البترول، فما عادش ما ينفعش يبقى ايه فيه ناس لسه بعد ما ظهر البترول وتدفق، وبعد ما بقى يجد للدول والبلدان دي اللي يبقى في حد عندهم لسه بيمشي ويرعى اغنام او ابل او جاموس. يبقى بنقول الدوله عملت على توطين البدو. حرفه الرعي قلت في بلاد شبه الجزيره العربيه والشام، قلنا عشان توطين البدو بسبب تدفق الا الرعي البدائي. فين كمان؟ قلت في دول وسط اسيا. دول وسط اسيا ليه؟ ما انت كنت بتقولي منتشر هناك، قلنا لا هيقل عشان انتشر التعليم. عشان انتشر هناك ايه؟ التعليم. التعليم خلى الناس اللي هناك مش عايزه تمتهن وتمارس حرفة الرعي. أما تعلم قال لا أنا أشتغل في الصناعة أحسن، أو في الزراعة، أو في الخدمات. يجي يقول لك بما تفسر قلة العاملين بالرعي التقليدي في دول وسط أسيا، فأنت هتقول بسبب ظهور التعليم. تعليم بعض القبائل خلاهم يتجهوا للزراعة، للصناعة، وكمان للعمل بالخدمات. حتة بسيطة خالص في الرعي التقليدي، نقول ان معظم السكان في المناطق الصحراوية بيشتغلوا فيه. طبعا انا بتكلم على مستوى العالم. من اسمه تقليدي موجود في الصحراء اللي موجودة في اماكن زي ايه؟ بقول زي دول وسط اسيا، زي شمال افريقيا، زي صحراء الطندرة اللي في اسيا واوروبا. الرعي التقليدي بيقل مع ظهور البترول في دول زي الشام وزي شبه الجزيرة العربية. بيقل في دول زي وسط اسيا عشان ايه؟ انتشار التعليم. خلهم يشتغلوا بالزراعة او بالصناعة وكمان الخدمات. ده الرعي التقليدي. أمال الرعي التجاري هتقولي عليه ايه؟ هقول لك حاضر، هنشرح مع بعض الرعي التجاري. الرعي التجاري سهل جدا، من اسمه تجاري يبقى انا غرضي منه ايه؟ الرعي التجاري من اسمه تجاري غرضه الاتجار. بجيب الحيوان اللي انا عايزه اربيه، ان كان ابقار، ان كان اغنام، ان كان ماعز، ايا مكان. بقول بجيب الحيوان واحطه في حظائر، واحط له الاعلاف او الغذاء بتاعه، واوفر له الرعايه البيطريه بهدف الاتجار فيه. بعد شويه انا هبيعه وهتاجر فيه.
او بحطه في حظائر او مزارع خاصة بيه بهدف انتاج الالبان واللحوم. اللي انا كل حيوان بتربى في مزرعة لوحده، دي مزرعة للجاموس فقط، دي للابقار فقط، وبستخدم احدث الوسائل والتكنولوجيا في حلب هذه الحيوانات وفرعيتها. خلاص يبقى انا مش بمسك الحيوان بايدي عشان احلب مثلا وادر منه اللبن، لا، ده بيبقى فيه اجهزه مخصصه. يبقى الراعي التجاري من اسمه تجاري، غرضه الاتجار. الراعي التجاري بتوضع الحيوانات، كل حيوان على حده، في حظائر، ووفر لها الاعلاف، ووفر لها الرعايه البيطريه لحيوان. بستخدم معاه احدث الاساليب التكنولوجيا الحديثه عشان انتج منه اللبن واللحوم، اخد منه الايه الالبان بتاعته، واكله كويس عشان اخد منه احسن لحوم بعد كده. موجود فين الراعي التجاري ده اللي هدفه الاتجار، هدفه التجاره؟ موجود فين؟ بقول لك طبعا في قارات العالم، قارات العالم الحديثه. بقول فانت عندك قاره زي امريكا الشماليه، في اهم دوله اللي هي دوله الولايات المتحده الامريكيه، يبقى الراعي التجاري موجود في دوله زي الولايات المتحده الامريكيه. هناك الحيوانات دي بتربى على حشائش الستبس القصيره، بنسميها هناك البراري. يبقى حشائش هناك في الولايات المتحدة اسمها ايه؟ البراري. حشائش الستبس القصيرة في الولايات المتحدة اسمها البراري. امال في امريكا الجنوبية؟ قال لك الحشائش دي اسمها الكامبوس. اسمها ايه؟ الكامبوس. هي مش عليك بس للمعلومات. يبقى بنقول الحشائش اللي بتربى عليها الحيوانات في امريكا الجنوبية اسمها الكامبوس. طيب فين في امريكا الجنوبية؟ بقول لك في دولة زي الارجنتين. دولة زي ايه؟ الارجنتين. فين كمان بنقول عليها الراعي التجاري موجود؟ بنقول الراعي التجاري موجود كمان في الراعي التجاري سهل. السؤال فيه كالآتي: يقارن بين راعي تجاري وراعي تقليدي، او يجي يقول لك تسمى حشائش الاستبس القصيرة في الولايات المتحدة باسم نقط. كده فهمنا الراعي التجاري والراعي التقليدي، سهل خالص. الراعي التجاري بنقول كل حيوان لوحده، ممنوع يختلط بحيوان تاني، موجود في الولايات المتحدة، في الارجنتين، في امريكا الجنوبية، وكمان موجود في استراليا. امال الراعي البدائي؟ بنقول ده موجود في كل القارات، وخصوصا في المناطق الصحراوية، موجود في شبه الجزيرة العربية، في بلاد الشام، في دول وسط آسيا، وكمان موجود في مناطق الصحاري الباردة اللي موجودة اسمها ايه؟ الطندرة، اللي في آسيا وفي أوروبا. تعالى بقى نشوف هناخد من الحيوانات الموارد الحيوانية اللي موجودة في العالم. بقول لك أشهر الموارد الحيوانية الحيوانات، الدواجن، وكمان الأسماك. أول حاجة الثروة الحيوانية، مصدر مهم جدا ورئيسي في إنتاج الألبان واللحوم والصوف والجلود. اديلي مثال للثروة الحيوانية اللي موجودة في العالم. بقول لك عندك الأبقار. عندك إيه؟ الأبقار. بقول الأبقار دي مصدر رئيسي للحصول على الألبان وعلى اللحوم. بنقول بتدخل بنسبة كبيرة في التجارة الدولية، بنبيع ونشتري مع الدول عن طريق الايه؟ الأبقار. بقول لك الأبقار دي موجودة فين؟ بقول لك أكتر قارة عندها ملايين الرؤوس من الأبقار قارة آسيا. ده آسيا لوحدها عندها 521 مليون رأس، عشان فيها أكبر دولة فيها أبقار، دولة الهند اللي بيقدسوا الأبقار. قارة آسيا أول دولة، دولة الهند أول دولة، دولة الهند هي اللي عندها رؤوس أبقار كتير. طب بعد آسيا يجي مين في المرتبة الثانية؟ بقول لك أمريكا الجنوبية. بقول لك أمريكا إيه؟ الجنوبية، تحتل المرتبة رقم 2 في القارات اللي بتربي الأبقار. ثالث حاجة قارة أفريقيا. ثالث حاجة قارة إيه؟ أفريقيا. تبلغ نسبة آسيا من إنتاج الأبقار أو في تربية الأبقار بتحتل المركز رقم 1، 521 مليون رأس. الأبقار سهلة خالص. الأبقار ده المصدر الرئيسي في الحصول على اللحوم الحمراء. الأبقار 521 مليون رأس بيجوا من قارة اسمها آسيا. أولى الدول، لو قال لك دول هتبقى دولة الهند. تاني قارة على مستوى العالم في تربية الأبقار قارة أمريكا الجنوبية. قارة أفريقيا. أول دولة بنقول الهند، أول دولة هنقول إيه؟ هعطيلك مثال تاني للحيوانات اللي بتربى. بقول لك الأغنام. بقول لك إيه؟ الأغنام. الأغنام فيها كلمتين. أول حاجة عشان نلاقيها موجودة في مكان لازم تكون هناك حشائش، يبقى بسبب توافر الحشائش. موجودة فين؟ قال لك في دولة زي الصين. دولة زي إيه؟ الصين، هنلاقي فيها كل حاجة. بنقول ده 187 مليون رأس. 187 مليون رأس موجودين في الصين. أولى الدول في تربية
بيئة الأغنام هتقول إيه؟ الصين. تاني دولة دولة الهند. تالت دولة هنقول استراليا. ما استراليا قارة، دولة قارة. الأغنام هلاقيها في دولة زي دولة الصين، ده 187 مليون راس. تاني دولة بتحتل المرتبة رقم 2 في تربية الأغنام هتبقى الهند. تالت دولة قارة، دولة اسمها استراليا. اسمها إيه؟ استراليا. بنقول الأغنام ده بترتبط بالرعي التجاري. يجي يقول لك صح ولا غلط بترتبط بالرعي التقليدي، هتقول لا. ليه؟ لان انا براعيها لوحدها عشان هاخد الصوف بتاعها، عشان اخد الصوف ايه. تعالى بقى نشوف المنتجات الحيوانيه، هتتخيل معايا حيوان في دماغك ونفصصه ونشوف احنا بناخد منه ايه. المنتجات الحيوانيه، تخيل معايا كده حيوان في دماغك وشوف انت هتاخد منه ايه. انا هاخد مثلا الابقار، فبقول اول حاجه هاخدها اللحم. يبقى بنقول اللحم الاحمر هاخده منين وايه الدول المنتجه ليه. يبقى اول حاجه من المنتجات الحيوانيه كل الحيوانات باخد منها اللحوم. يبقى المنتجات الحيوانيه اللحوم، جاي لك يقول لك اعرف لي اولى الدول في انتاج اللحوم مين، هتقول دوله الصين. دوله الصين بس للاسف معظم اللحوم بتاعتها لحم خنزير. يبقى دوله الصين. دوله ايه؟ الصين. يبقى اولى الدول في انتاج اللحوم هتقول دوله الصين. تاني دوله الولايات المتحده الامريكيه. تاني دولة الولايات المتحدة ايه؟ الامريكية. تاني حاجة هناخدها من المنتجات الحيوانية الالبان. هناخد ايه؟ الالبان. الالبان المصدر التاني اهم حاجة بناخدها، اهم منتج بناخده بعد اللحوم. يا ترى الالبان اولى الدول في انتاجه مين؟ قال لك دولة الهند. دولة ايه؟ الهند. طب تاني دولة زيها زي ايه؟ اللحم، هتبقى الولايات المتحدة الامريكية. الولايات المتحدة ايه؟ الامريكية. يجي يقول لك تحتل نقط المرتبة الأولى في إنتاج اللبن أو الألبان على مستوى العالم، فأنت هتقول له الهند. تحتل نقط المرتبة الثانية في إنتاج اللحوم على مستوى العالم، هتقول له الولايات المتحدة الأمريكية. بعد ما خدنا اللحم واللبن هناخد ايه؟ الصوف. بعد كده بناخد الصوف. بعد كده بناخد ايه؟ الصوف. تالت منتج رئيسي بناخده من الحيوانات الصوف. الصوف من الحيوانات اللي لها اصواف. الصوف ده اساس لصناعة نسيج الصوف اللي ايه؟ بنستخدمه في صناعة النسيج. الصوف ده اولى الدول فيه مين؟ بقول لك ده موجود في استراليا. استراليا دي فيها نوع من الاغنام اسمه المارينو. اسمه ايه؟ المارينو. فاحنا بناخد الصوف ده منه. السؤال يجي كالآتي في حكاية الصوف. فاحنا قلنا أولى القارات اللي موجود فيها الصوف بنقول صوف المارينو اللي مشهورة به قارة استراليا. بنقول نوع من الأغنام اسمه المارينو، فبناخد الصوف ده منه لأنه بيبقى غزير وكتير. السؤال هنا يجي يقول لك توجد أكبر الدول اللي بتربي الأغنام فين؟ أكتر الدول، أكبر الدول المربية للأغنام بنقول دولة استراليا. تيجي بعدها دولة اسمها دولة الصين. دولة اسمها دولة ايه؟ الصين. ما ننساش ان من المنتجات الحيوانية غير اللحوم غير الألبان غير الصوف بناخد الجلود. بناخد ايه؟ الجلود. بنعمل لها دباغة. بنعمل لها ايه؟ دباغة. يعني ايه دباغة الجلود؟ بقول لك الجلد بعد ما يسلخ من الحيوان لازم احميه من العفن وعشان احط عليه مادة عشان اعرف استخدمه ويبقى نظيف كده وطاهر واعرف استخدمه في المنتجات الجلدية، اعمل به الشنط او الاحذية. خلاص دي حتة المنتجات الحيوانية. دي حتة المنتجات الحيوانية، يا رب تكونوا فهمتوها معايا. يبقى المنتجات الحيوانية لحم، قلنا أولى الدول في إنتاج اللحوم دولة الصين بس معظمها من الخنازير. تاني دولة دولة الولايات. بعد كده الألبان، ده اللبن الهندي، يبقى أولى الدول في إنتاج الألبان الهند. تاني دولة في إنتاجه الولايات. بعد كده بقول لك ده أشهر أصواف، أصواف المارينو. موجودة فين المارينو دي؟ بقول ده نوع من الأغنام بيمتاز بصوفه الغزير الكتير، موجود في استراليا. طب تاني دولة بعد استراليا بنقول دولة الصين. صين صوف. صين صوف. الصوف بنقول ده مهم واساسي في صناعه النسيج. كده بقول لك ده والله في حاجه اسمها الجلود، والجلود دي بناخدها من الحيوان ولازم نعمل لها الدباغه. بتتكلمي لي عن اللحوم وبتتكلمي لي عن الالبان والاصواف والجلود. بقول اللحوم بتساهم في التجاره؟ قال لك ايوه، بتساهم في التجاره الدوليه العالميه بيننا وبين بعض بحوالي 8%. بحوالي 8%. عشان يجي يقول لك اكمل، تسهم اللحوم الحمراء بنسبه نقط في التجارة
التجارة الدولية هتقول 8%. طب الألبان، بقول لك الألبان مصر دولة زي دولة مصر بتنتج سنويا 6 مليون طن، 6 مليون طن، لكن للأسف مش بيكفينا. مش بيكفينا ليه يا ترى؟ لعقلك بقول بسبب زيادة السكانية، بسبب الزيادة السكانية. تاني حاجة، احنا على طول بنشرب لبن، يبقى بسبب كثرة الاستهلاك. بسبب كثرة ايه؟ الاستهلاك. بيقول لك بما تفسر لا يكفي انتاج مصر من الألبان مع انها بتنتج 6 مليون سنويا. بقول بسبب الزيادة السكانية وزيادة الاستهلاك. بما تفسر السؤال اللي بيقول لك بما تفسر انتاج مصر من الألبان لا يكفي، فانت هتقول له عشان حاجتين، احنا كتير يبقى بسبب الزيادة السكانية، وبنشرب على طول يبقى بسبب زيادة الايه؟ الاستهلاك. يجي يقول لك اكمل نسبة انتاج مصر من الألبان نقط مليون طن سنويا، هتقول له كام؟ 6 مليون طن. 6 مليون طن. طيب يا ترى احنا بناكل لحمه كتير؟ يجي يقول لك ايوه بناكل لحمه كتير. طب والدليل على كده؟ بقول لك زاد معدل الاستهلاك اللحوم الحمراء. انا ما اكلتهاش مسلوقه، هاكلها محمره، هاكلها مشويه، هاكلها باي شكل من الاشكال. يجي يقول لك بما تفسر على مستوى العالم زاد نسبه الاستهلاك اللحوم الحمراء. ليه؟ اكيد معاك فلوس. يبقى فعلا بسبب ارتفاع مستوى المعيشه. بسبب ارتفاع مستوى ايه؟ المعيشه. يبقى الاستهلاك بتاع اللحوم الحمراء زاد على مستوى العالم. كل يوم رايح كده لتاكل كباب، قال لك عشان معاك فلوس. يبقى بسبب ارتفاع مستوى المعيشه على مستوى العالم.